كلنا بنسمع ونشوف أخبار عن الحروب كل يوم، وبنشوف أشكال وأنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن الفيديو اللي معنا النهاردة واللي تصدر الترند عالمياً هنشوف فيه نوع جديد من الأسلحة في الحرب اللي دايرة ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وده بعد ما أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات الطائرة واللي كانت مليانة بالقمامة وروف الحيوانات وأسقطتهم على البلد الحدودية لكوريا الجنوبية، وحذرت كوريا الجنوبية السكان وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم، وده بعد ما تم إسقاط أكتر من 260 بالون مليان بالقمامة وبكميات كبيرة جداً.